يعني انت شايف كده دلوقتي ان بالعقل كده الفهمان تعبان، وان اللي مش داري باي حاجه هو كده برنس، ويا بخته والله ينور. ده انت يا والله ابني جامد يا والله ريت. والله والله انت شكلك شايل قوي من جحيم الوعي. جدا والله، جدا على كل المستويات. اه يعني حتى الواحد لما بيجي يتفرج على حاجة بقى عندي فيها أزمة، ساهل، أنا تعبان. كلنا تعبانين، كلنا تعبانين. وحقيقي يعني مصطلح جحيم الوعي ده ده جحيم بمعنى الكلمة، هو جحيم بمعنى انت اللفظ. شايفه فعلا يرتقي جدا الوعي ان هو يتقال عليه كلمة زي دي؟ جدا جدا جدا، ان انت بتبقى واصل لمرحلة عاملة ازاي، بتبقى عارف ان ده مش صح، وبتبقى مضطر تبتسم وتضحك وتقول تمام. علشان تعدي ده يومك. مش نفاق للأسف. فكتير من الأحيان بقى الصراع الداخلي اللي جواك ده، حد يقول لك يا منافق اللي جواك يعني، فبس هو مش نفاق. انت بتبقى يعني ده تأثيره ايه عليك عموما، بعيدا بقى عن الشعور اللي انت بتحسه لحظيا، بس التراكم ده عليك. هقول لك، عارف هقول لك والله والله لازم بكلمك بجد. مايك اتفضل. عارف ان انا ببقى واصل لمرحلة عاملة ازاي، ان دماغي دي وانا نايم على السرير ما بتوقفش، تفضل فاكرة المواقف مش وبتشتغل. فاكرة، ما بتوقفش عن التفكير. ودي أزمة، ودي أزمة كبيرة جدا جدا جدا. انت بتبقى محتاج تفصلها، بس انت مش بمزاجك. كم المعلومات اللي داخلالك كل حاجة بقى، يوميا والتفكير معلومات في ال ومواقف وكل حاجة، ما بتوقفش. ليه بقى؟ لأن الموقف اللي ممكن يعدي وانت مش فاهم، لأن انت مش فاهم أبعاده، عادي هيعدي، عادي موقف عادي جدا. انما الموقف اللي انت فاهمه وفاهم ابعاده كويس جدا، انت ما بتعرفش تعديه. هي دماغك بتبدا تجيب كل الجوانب السلبيه والايجابيه اللي فيه، وعماله توديه وتروح وتجيبه، فانت تعبان، انت مرهق. عارف انا احساس الفرق ده، ان انت عايز انت تغير، مرهق انت عايز، مرهق لا ما ينفعش. انت مرهق، انت طول الوقت مرهق، مرهق ذهنيا مش مرهق جسمانيا. يعني يعني هديك مثال، مش ساعات تبقى انت مثلا ما عملتش حاجه، يعني النهارده انا ما اجهدتش جسمانيا، لم اجهد يعني، فاهم؟ بس بيجي لك لحظات كده انا تعبان والله. انا تعبان يا كابتن. والله تعبان. والله بيجي لك، مش بيجي لك بجد اللحظات دي؟ يعني اوقات كتير مش بحس ان عارف انا انت تعبان ليه؟ ومش عارف افصل، لازم اكمل. عارف انت اللي هو ايه، انت بتيجي على وقت نومك واكلك وشربك وكل حاجة علشان تكمل. انت محتاج تعافر كل يوم، وانت مشكلتك حاجة واحدة بس، انت مش عارف تفصل. ايوه. لا طب انا السؤال اللي اقصده، طبعا طبعا اللي انت بتقول ان هو مش عارف تفصل بتاع، بس انا اقصد انت مش بيجي لك لحظات تعبان جسمانيا مع انك ما بذلتش المجهود اللي يخليك تتعب جسمانيا؟ كتير طيب ايه سببه من وجهة نظرك؟ نفسي بقى. جسمك متكسر. انا جسمي متكسر، هتبقى تعبان. لازمة في الحلقة دي ومش هنخلص النهاردة يا جماعة. فاهم؟ فلا الموضوع الارهاق الذهني، الارهاق الذهني ممكن وكتير جدا من الاحيان تبقى انت مش فاهم انت تعبان ليه، بس انت مرهق، مرهق ذهنيا. طب يعني لو فرضنا مثلا ان حد حب يفصل، فقرر انه تعالى انا هعتزل العالم كله، انت شايف العزلة حل؟ بص، العزلة مش حل، لان انت اصلا مش بمزاجك حتى لو اتعزلت. ليه؟ لا يعني لو حد بقى خلاص هو قرر، هو خد القرار، هتسيب التليفون من ايدك؟ طيب هو خد قرار بقى، انا هيسيب التليفون من ايده؟ لا بس على ممكن يقفل اكونتاته على السوشيال ميديا. هيسيب التليفون من ايده؟ السؤال بمعنى يعني، ايه؟ مع المعلومة كده كده هتوصل. توصل لك يعني، هتوصل. فاهم؟ فاحنا بنتكلم في المعلومة هتوصل. طب دي المعلومة، مشكلة يعني، احنا التقدم اللي احنا وصلنا له خلى عندنا مشكلة اكتر نفسيا. يعني الاجيال طبعا اللي فاتت كانت، انا اسف في الكلمة، مفسية دماغها علشان ما كانش موجود كل الاليات ايوه طبعا اللي تخليها طبعا. عارفة شفت ومدركة. واحنا بنتكلم في الحلقة بتاعت التعصب على فكرة الراجل اللي كان قاعدين بيلعبوا طاولة وبيتفرجوا على الماتش، تمام؟ ما كانش عندهم موبايلات، او كان عندهم تليفون ارضي، فبالتالي انا نازل على القهوة، كانش فيه تويتر وفيسبوك وتحفيل بقى وجو. اخرك يا باشا تليفون ارضي، صح كده؟ تعال بس نفكر كده بالعقل، تليفون ارضي. فالتليفون ارضي فين؟ في البيت، تمام. ان احتاجوك وحاجه ايرجنت جدا هيتصلوا على تليفون القهوه، حصل كده؟ فانا في ساعتين
تنفسيها جامد. مفيش اي حاجه في دماغي، انا قاعد ما بعملش حاجه في الدنيا، انا كائن البوهيمي. صدق ده صح جدا. يعني عايز اقولك حتى واحنا في خروجاتنا مثلا مع زمايلنا، احنا رايحين نفك عن نفسنا مثلا، طالعين البحر بنصيف او حتى قاعدين على قهوه او في كافيه، كل واحد قاعد برضه مع تليفونه وموبايله وقاعد هو منتظر حاجه هتحصل، حد هيرن عليه خبر جاله على التليفون. ما تفكرنيش بموضوع الاخبار ده، انا صحفي وحقيقي يعني انا عايش بقى في جحيم الوعي حرفيا، مش عارف اطلع منه. دي معاناه. يعني فكره ان انت كل يوم بيدخل لك حوالي 200 300 خبر، انت اوريدي بمزاجك غصب عنك هيجولك هتقراهم وهيدخلوا دماغك جوه وعيك بالظبط. انت بتنام بيهم للاسف الشديد، وما بعرفش انام. انت جيت على الجرح جامد فعلا. طب ده شفت بقى اللي انت بتتكلم فيه ده؟ هي دي قمه الازمه بالنسبه لي. حتى انا في الاصل كنت بصور اخبار، يعني انا بصور احداث. انت في قلب انا بصور يعني في حدث حصل، انا لازم اكون جوه الحدث. تمام. طيب انت الحدث دوت ممكن يكون مشكله، يعني هو ممكن تكون حدث خطير، يعني يعني تغطيتك ليه تغطيه فيها خطر كبير عليك وعلى على امنك الشخصي يعني. بس انت مضطر تبقى موجود فيه. طيب عشان جزء من امنك الشخصي لازم تفهم ابعاد الموضوع كويس جدا، عشان وانت نازل تغطي التغطيه دي تبقى فاهم انت رايح تقف في اني زاويه عشان امنك. فهمتني؟ حتى فهم ده ارهاق. يعني الموضوع مش بمزاجك، يعني انت مش بتسيب الموضوع وخلاص، او مثلا انت بتاخد الخبر وخلاص، لا مش بس كمان كده، انت بقى مضطر تشوف ابعاده وده تابع لمين، وطب والحصل ده حصل ليه، عشان نعمل ايه، عشان تبقى عارف لما انزل ابقى تمام. حتى لو اضطريت تتكلم او ترد على حد انت في شارع، فاهم؟ تبقى عارف اخرك ينفع تقول ايه. لو انت ما عندكش بقى الثقافه بتاعه الشغل دي او العمل اللي انت نازل تعمله ده، رحت قايل كلمه غلط في جهه غلط في مكان غلط، انت صباح الفايت عارف انت هتعمل معاك الغلط. عارف سعيد صالح في العيال كبرت لما رجع عامل كده، شفت لابس الفستان، قال لو شفت غير ركب انا انت هترجع من الشغل اخرك ركب يعني. بس خليني اخد بقى من النقطه دي بتاعت ان انت لازم تكون فايق وشايف وعارف كل حاجه طبعا، وتعرف بقى شخصيه المصري بطبعه لازم يكون فهمان في كل حاجه. صحيح. فهل ده مسبب بقى ازمه مع كميه بقى الاخبار والاحداث اللي بتحصل لنا، ان الانسان المصري دلوقتي مثقل مش بس بمشكلاته الشخصيه، لا ده مثقل كمان مش عارف ايه اللي حصل النهارده في سد النهضه في اثيوبيا، واسرائيل بتعمل ايه على الحدود، وليبيا الوضع فيها ايه، والسودان تحت بتجيب لنا لاجئين. ضغط عقلي جدا كبير بالزبط. جدا. شايف ان اللي بيحصل ده مع الشخص او الشخصيه المصريه ده اوريدي مصر بس، ولا هو العالم كله كده بس احنا المقفورين؟ لا هو انت بس، هو في حاجه انا اسف يعني، هو انت بس عشان ايه؟ عشان انت محطوط جوه الاطار ده. انما في ناس كتير جدا وانا يعني هاخد منك اللفظ بتاعك اللي انت قلته، في ناس كتير جدا مفسيه دماغها حلو قوي يعني. انا نفسي بجد مش بهزر، في ناس كتير جدا 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 احنا بس عشان جوه الكارير ده، ولا احنا اللي حابين نجيب الهم لنفسنا اللي هو احنا لا 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 خلق المصري مهموما دايما كده. لا 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 خالص، احنا جوه الكارير ده. انما في ناس كتير جدا يعني دي من ضمن اهتماماتنا واحنا بنشتغل، دي مش اهتماماتنا، دي تفاصيل مهنتنا، احنا لازم نكون متابعين طول الوقت. تمام كده. انما في كتير جدا مش متابعين ولا يعرفوا حاجه عن اللي انت بتتكلم فيه، بس عشان انت الدايره الضيقه اللي حواليك هي دي، وده الاطار العام اللي حواليك بالظبط. فبالتالي انت حاسس ان الناس كلها بتفكر كده، بس في ناس كتير مفسيه دماغها عن الاحداث دي، عن التفاصيل اللي انت بتتكلم عليها دي، ولا يا عم صباح الفل احنا مالنا، انت فاهم؟ انما احنا انا متفاهم اللي انت بتقوله، واكيد من الناس كتير يا عم اللي انت بتلغي فيه ده مش انت فاهم. ففكره ان انت تفهم بتزيد ضغط كبير جدا جدا على نفسك وعلى نفسيتك وعلى المحيطين بيك وعلى الدايره الضيقه وعلى الدايره الاوسع. يعني لو متجوز هتبقى على عيالك وعلى بيتك، فاهم؟ ولو ما عايش في بيت والدك ووالدتك، فانت برضو هتبقى على والدك ووالدتك واخواتك، فاهم؟ دون ما تشعر غصب عنك. طبعا يعني انت مضغوط ضغط كبير جدا، هم مش قادرين يشوفوا كم الصراع اللي حاصل جوه مخك. انا ده بشوف كمان ان يعني في بعض المواقف اللي بتحصل الواحد ما بينفعش يعمل اسكيب عليها كده، لازم يقول رايه ولازم ينقذ الموقف من خلال معلومه هو يعرفها.
انت لما تتحط في موقف زي ده وتبقى نفسك تتصرف بس مش عارف، او مالكش الحق ان انت تتكلم او تقول يا جماعة لا هي ما بتتعملش كده بتتعمل كده، شعورك بقى من جوه كده عارف انت حوار الكبت انت تبقى عامل ازاي ونفسك تعمل ايه ساعتها؟ اقول لك روشيتا، الحلقه الوحيده اللي هقول لك فيها روشيتا. يا ريت. ماشي. مالكش دعوه. خبر ابيض، طب ما انت كده زودت شعور لا الكبت لا لا ده، خالص، ما هو ده انت جحيم دلوقتي الوعي اللي احنا لا لا، بنتكلم ده فرق فيه. السن بقى، ده هنا بقى فرق السن. وبكره تفتكر لما توصل لسني، انا عندي 42 سنه، تمام؟ لما توصل لسني هتفهم كويس قوي اللي انا بقول لك عليه، كلمه مالكش دعوه دي هتلاقي نفسك ايه، انا ماليش دعوه يا عم. فانا ماليش دعوه دي نوع من انواع النضوج. بس نضوج بس ولا سلبية؟ في ناس لا تانية ممكن يقول لك أصل ده سلبي ما بيحبش يقول رأيه، بص، أو ما بي هقول لك يعني تقول رأيك امتى، تمام؟ وانا بقول لك من نتاج خبرات، مش بقول لك معناها ان انا املك الكمال والعياذ لا بالله، لا تمام. نتاج خبرات شخصية يعني. رأيك تقوله يعني، يقول لك في كده مثل بالبلد يقول لك ايه، النصيحة لأهل النصيحة، صح عارف كده؟ حلو. النصيحة لإيه؟ لأهل النصيحة. لأهل النصيحة. لو انا عارف ان انت راجل هتتقبل مني النصيحه، وان انت عارف ان انا بكلمك بنيه خالصه ومليش اي مصلحه في اللي انا هقوله لك ده، وانا جيت قلته لك، انت ليك ان تاخد بيه او ما تاخدش بيه، صح كده؟ أكيد. تمام. بس انت لو قعدت مع نفسك شويه وهتعرف ان انا مليش مصلحه في اللي انا بقوله لك ده، فانا بديك نطاق خبره، فاقول لك ايه، بقول لك ايه، ما تروحش الطريق ده عشان اخره فاهم في كلب هيعضك، حلو كده؟ فانت انت بقى في الفركيكو اللي واخد السمكه ومقطعها من ديلها لغايه راسها، تقول لا يا عم ما تقلقش، ده انا رحت للكلب ده هعمل واسوي ويك 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 ويك. انت مش اهل النصيحه، روح يا باشا وبتفرج عليك وانت راجع زي احمد حلمي بالبيجامه، تعالى. فاهم كده؟ بس فانت انت من الناس اللي لازم تروح تجرب. حلو. في واحد تاني اجي اقول له ايه، حبيبي والله انا رحت الطريق ده وعارف ان في كلب والكلب ده مش هيسمي عليك، فاهم؟ فبلاش. فيقول لي والله العظيم بجد، اقول له والله يا ابني حصل الكلام ده، فاهم؟ يقول لي خلاص امان. خلاص الراجل ده ايه اللي حصل له يا باشا؟ اهل النصيحه، خد الكلام صدقه، هيكتشف بعد شويه انه انا كنت بقول له كلام حقيقي بما يرضي الله يعني. فاهم. بس طيب يعني خلينا ناخد موضوع بقى فمالكش دعوه يعني. بشكل أكبر شوية على المجتمع، يعني تأثير جحيم الوعي زي ما احنا بنقول على المجتمع كسمة عامة، هل احنا تحولنا لشعب فعلا فاهم في كل حاجة بقى وفتاي في كل حاجة وبيعرف في كل حاجة، ولا ده أصلا ردي طبعنا من غير حتى ما يبقى فيه وعي أساسا؟ لا مش كده برضو، انت بتتكلم على فكرة الفتي. الفتي. او الفتي غير ال مم. غير الموضوع الحلقة، ان احنا شعب فتاي يعني. هنعمل حلقة عن الفتي برضه يا جماعة. احنا شعب فتاي؟ لا احنا مش شعب فتاي، بس يا احنا راجل شعب ممكن. والله انا بحب المصريين جدا. أكيد يعني احنا لازم نقول كده لا برضه يعني. والله والله ابدا، انا واحد من الناس اللي متعصب. شوف بقى، انا الحاجه الوحيده اللي فعلا اتعصب فيها مصريتي، ان انا بحب المصريين جدا وبحب اصلي جدا المصريين جدا. المصريين ولا المصريين المصريين؟ انا فيهم بقى، انت مصر البلد ولا مصر المحطه؟ لا بحب كل المصريين، وبحب انتمي جدا جدا لاجدادي الفراعنه يعني. يعني انا ما بحبش حد يتكلم على اجدادي الفراعنه بشكل، بتعصب جدا. شوف انا بقى، شفت العصبيه اللي احنا بنتكلم فيها الحلقه اللي فاتت؟ انا بقى تمام. شوفني عصبي جدا في الحته دي، لا لغايه الحته دي ما تجيش كان عندها. الجماعة الكمتيين ولا ايه؟ انا يا سيدي، انا كده، انا بقى دول بحس ان انا اصلي وانا اصولي ضاربه في الارض دي وفي العالم كله، انا كده. لما تيجي تكلمني هتشوفني بقى انا ايه، وش مختلف خالص عن اي حاجه تانية. لما تيجي اقول لك انا مصري، يا باشا ما تعرفش بقى زي سلام على الانتماء. كم، ما تعرفش بقى زي والله، فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني، ما تعرفش تبقى زيي. ده برضو يعني خلينا نتكلم في حتة، هل فعلا جحيم الوعي اللي احنا لا بنعيشه قبل حاليا؟ جحيم الوعي احنا، بس انا فصلتك صح؟ اه لا انا، انت كنت بتسألني على فكرة انه ان الشعب فتاي. اه لا الشعب مش فتاي، ماشي؟ وهنا لما بقول لك ان الشعب مش فتاي، بس هو خدوم، بس ممكن يخدمك غلط. ما هو يخدمك غلط عن طريق فتوى غلط، ما هو ما بس هو مش اصله فتاي، هو عايز يخدمك. اصله خدوم. انما هو مش فتاي يعني، هو مش ايه، ما هو مش هيجي يبقى ملبسك في حيطه عن قصد. لا هو مش قاصد يلبسك في حيطه فعليا يعني، بس هو بيحاول طول الوقت يخدمك.
بس خدمته ليك دي ممكن تلبسك في مش في حيطه في 7 حيطان ورا بعض. فكرتني بالراجل بس انت تلغيش عقلك معايا يعني. فكرتني بالراجل اللي كان بينصح شاب كده وبيقول له انت تعرف لو صليت الفجر 40 يوم ورا بعض تخش الجنه وبتاع، فبيقول له ده انت جبت المعلومه دي منين، ده حديث صحيح ده عن النبي ولا ايه؟ بيقول له لا ده مش حديث ولا حاجه، ده جدعانه مني. هل بيوصل بينا الموضوع ان احنا نخترع علشان نرضي رغباتنا؟ لا بس ده بس ده عشان انا مش متذكر على ما اتذكر، متهيألي ده حديث. هو حديث بس هو ما قالوش صح. كتب تلاقوا براءة او حاجة زي كده يعني. انا فاهم بس هو انا بكلمك شوف الدماغ يعني اقصد انا ليه بس بحد الحتة دي عشان ما حدش يتخيل ان احنا بنتأول على في الدين يعني. والله لا مش القصد يعني. بس انا بتكلم فان احنا ساعات من كتر ما بنحب نخدم فعلا احنا وقت كتير بنقول حاجات احنا عارفين انها غلط او مش مقتنعين بيها او بيقولك بيقولك يعني ايه بيقولك اه كلمة بيقولك بيقولك ده يعني انا اقول له مين اللي بيقولك طيب يعني مين اللي قالك يا عم الناس بيقولك ايه مين يا حبيبي ايه دي كلمة بيقولك دي النقل هنا بقى مش فتري هنا نقل بس نقل بايه بالشطة بتاعتنا والبهارات احنا عندنا مشكلة دي بقى المشكلة اللي بجد موجودة في مصر انت عارف المشكلة اكبر في ايه؟ ان اللي عنده علم فعلا حقيقي هو اوريدي مش موجود على الساحه واللي موجود تبص لاقي نسبه كبيره منهم بيتكبروا بيتفخروا بال علم طبيعي عبد الرحمن عموما يعني انا بشوف شخص مثقف كده وحلو وجميل ولذيذ وتبص تلاقيه غايب جدا عن المجتمع منعزل كده يعني ممكن يعمل مثلا كتاب ويروح ندوه في معرض الكتاب ما يلاقيش حد حاضرها خالص وتلاقي في نفس معرض الكتاب ده بلوجر طالع جديد واخده شهره كبيره جدا بوسي مش عارف مين وحمامه مش عارف ايه كاتبين كتاب باللغه العاميه ومش عارفين يكتبوه صح وطبعا الجمهور كله ولا واحد فيهم بيقرا بس هو رايح عشان يشوف البلوجر دي في معرض الكتاب فانا بشوف ان حتى اللي عنده علم هو مش واخد حقه على الساحه وحقيقي يعني نصهم هم بس علشان احنا ثقافة كده لينا ولنفسنا وعندنا أعمال وعندنا بتاع يعني من الآخر الفهمان بقى بيطلع على الساحة ما بيبقاش له نفس الزخم بتاع الفتاي ده ما هو ده ينقلنا لحتة تاني خالص اللي هي فكرة ان احنا مشكلتنا احنا كشعب ايه بقى مش بقى من الفتاي احنا مشكلتنا ما بقاش نسوق نفسنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التسويق لذاتك فاهم فالتسويق لذاتك دوت في كتير من الأحيان بينقلب لفتي فاهم فانت تفتي عشان خاطر أسوق لنفسي فهمتني أنا أعرف أعمل وأعرف وأعرف وأعمل وهو في الآخر ما بيعرفش يعمل ده بس هو عشان خاطر بيحاول يسوق بس بيسوق بشكل مختلف فهمتني فالمصريين للأسف إلا ما رحم ربي منهم يعني عندهم مشكلة كبيرة جدا وأنا أولهم يعني في إن أنت تعرف تسوق لنفسك ان انت تعرف يعني تبيع خبراتك سي يعني انا ما بشوفش المشكله بصراحه في التسويق اكتر ما ان المشكله هو فعلا في طبيعه الشعب هو ما بقاش محتاج الشخص اللي ينوره هو خلاص بقى اوريدي في حاجات ثابته في العالم بتاعه بيتابع البلوجر المعين ده الشخص اللي بيعمل ريفيو مش عارف ايه دي بقت حياته هو مش عاوز يقرا كتاب هو مش عاوز يسمع ملخص خطبه حلقه مش عارف ايه هتاخدني في نفس الموضوع تاني علمني كيف اتعلم اولا وبعد كده ارميني البحر طب دي بقى ممكن تبقى مشكلتنا من البدايه اصلا طبعا يعني مشكله جحيم الوعي اللي احنا بنتكلم عنه ده طبعًا. احنا ما اتعلمناش ازاي نتعلم ازاي ناخد معلوماتنا يعني اقول لك واحد صاحبي كان بيحكي لي كده قريب هو عايش في ألمانيا على ما مش فاكر القصة من مين صاحبي والله كان بيقول لك عايش في ألمانيا ف والله مش متذكر هو مين يا أخي فبيقول لك كان هو إدى لنفسه يعني راح الشغل كان لسه جديد في ألمانيا فراح الشغل فقاعد في الشغل هو عنده لسه شوية شغل خلاص فزمايله كلهم مشي حلو فهو قاعد بعد الشغل مش عارف 10 دقايق ولا ربع ساعة وكل يوم بقى يقعد 10 دقايق ربع ساعة عادي العادي بتاعنا احنا يعني ان احنا نقعد 10 دقايق ربع ساعة صح كده قشطة تمام ماشي ان احنا عادي يعني طول ما انت بتحب شغلك يعني اقصد يعني انما في ناس ثاني بتهرب ساعات او في ناس ثاني بتهرب يعني الباص ما خلص ده تمام فبيقول لك في اخر الاسبوع جات المديرة بتاعته راحت جاية قايله له بكل بساطة تعالى انت عندك ليك عندنا مش عارف كام ساعة اوفر تايم انت فاهم قال لها ازاي
انت شفت ده ايه بقى؟ يعني انا مش شفت حاجه شبه كده قبل كده، اللي هم بيحسبوا الدقايق وبيجمعوها في اخر كل شهر او اخر مش بس كل بقى كده، يعني مش بس كده بقى، سيبك من ان هم حسبوها بقى، مش بيخيروه بقى اللي هو تاخدهم فلوس ولا سيبك اجازات، سيبك من كل ده برضو. راحت المديره ماسكه قالت له انت كده هتبوظ لنا السيستم، ما تعملش كده تاني، سلام احنا مش عايزين نشوفك. والله قالت له كده، كفايه علينا الشيفت اللي انت بتجي شيفتك وتمام تمشي، مش عايزين منك حاجه، عندك وقت بيتك وعند وقت عيالك وعند مش عارف ايه، فهمتني؟ دي ممكن تكون نظره ماديه بحت. لا خالص مش ماديه، ممكن ناس يعني تبقى متضايقه من ده اصلا. بص انا ليا اصحابي كتير جدا عايشين بره، وقت الشغل للشغل، ووقت العيله للعيله، ووقت الفسحه للفسحه، ووقت الخروجه للخروجه، بس احنا عندنا ما عندناش. هنرجع برضو لنفس النقطه ان احنا ما بنعرفش نفصل، ما احنا ما بنعرفش عشان احنا ما اتعلمناش نفصل، فهمتني؟ يعني اللي بيشتغلوا شغلانتنا للاسف للاسف مش عارف يفصل، مش عارف يعني. دول كمان حتى بره ممكن تلاقيهم كده، ان هم بيشتغلوا طول الوقت وفي اي وقت وكل وقت، دول تمام، وطول الوقت هم ناس لازم يكونوا حاضرين وتليفونهم موجود ومتاح وكذا، فاهم؟ دول هتلاقيهم حياتهم فيها بؤس والله، يعني حتى لما يخرجوا، فاهم؟ يعني حتى مثلا لو قرروا ياخدوا اولادهم ويروحوا يتفسحوا يومين ثلاثة في اي مكان، لا هو حتى ممكن يبقى يسيب التليفون من ايده ساعتين ثلاثة، بس مجرد بعد الساعتين ثلاثة عشان ما يحصلش مشكلة بينه ومن مراته، فاهم؟ يروح جاري على التليفون ويشوف ويبدأ يعمل، فاهم عايز اقول لك ايه؟ فدي طبيعة، خلاص بقت طبيعة بشر وطبيعة عمل، ودي ومتطلبات العمل طالبة منك ده. انما ما دون ذلك لو بتتكلم بقى على يعني الشعب بشكل عام، لا يا باشا بره عندهم يعني الست دي راحت قالت له مش عايز اشوفك، والله قالت له لفظك مش عايز اشوفك، فاهمني؟ مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك في المكان، لان انت كده هتبوظ ده، هي بوظت بوظ سيستم عليهم. هم ناس عندهم عارفين يعني ايه، خلاص بعد الشغل هيخلصوا الساعه 5 انا مشيت. لا وهي عايزه تحافظ عليه نفسيا، يعني هو تحافظ على نفسها بقى، هي يعني شايفه ان هو ممكن المره دي يقعد 10 دقائق زياده بعد الشغل، المره اللي بعدها يقعد تلت ساعه في ساعه فبوظ عليهم، هتيجي على حياته الشخصيه بعد كده، فهي عايزه تقطع الموضوع ده من البدايه كده. ما تقليش، اظن من وجهه نظر يعني، لان هو كان بيحكي الموضوع في سياق ان انت هتبوظها عليهم، يعني هي هتبوظ عليهم بعد كده، طب اشمعنى؟ ما هو ده ممكن يحصل، فانت تبوظ السيستم اللي هم ماشيين بيه اصلا، فهمتني؟ فبوظت عليها وبوظت على زميله وعلى زميله وعلى زميله وعلى زميله، فاهم؟ وده هو فعلا، ودي قافه عندنا على فكره، دي قافه، دي قافه موجوده في مصر، ان احنا بنشغل نفسنا زياده او بنشغل عقلنا باللي احنا المفروض ما نشتغل مع، مش اللي بيشتغلوا شغلتنا، انا متفاهم جدا اللي بيشتغلوا شغلتنا ما عندهمش توقيتات ودي ظروفها وتفاصيلها مختلفه، انما اللي بيشتغلوا اي شغل تاني لا، هم ربط نفسه في المطحنه وطول الوقت انا في شغل في شغل، طبعا الظروف والضغوط وكل ده ممكن يوديه في حته تاني وبقى مضطر يعمل ده، انما ان في وقت يا سيدي ان انت تاخد بريك لناسك واهلك، اعمل كده، لازم تعمل كده طبعا قولا واحدا. يعني هي فكره بقى البريك دي، احنا بنشوف بره المجتمع الغربي تبص تلاقيه كده بالنسبه له الويك اند هو لازم يطلع بره البيت، لازم ياخد بناته ومراته ويروحوا يعملوا كامب كده في الغابه ويطلع عليهم بقى حاجات ونعيش في جو فيلم رعب كده، بس هم عندهم اجازه، هي اجازه. هل احنا فعلا حتى واحنا عندنا اجازة ما بنعرفش نفصل وما بنعرفش ناخد اجازة زي ما هي المفروض اجازة؟ يعني انا وانا عن نفسي انا بقضي اجازتي في العادي يعني نوم، انت طالع عينك الاسبوع كله، انت شايل الطين حرفيا، فلا افصل بقى لجسمك، عليك حق. نعمل ايه؟ لا هقول لك على حاجة، ممكن انا بس الموضوع ده انا عندي فيه، انت اختختنا بره موضوع المره، موضوع الحلقه، بس انا خليني اقول لك على حاجه عندي. لا هو فصله الاجازه دي بس عشان موضوع جحيم الوعي ده، ازاي نريح ده شويه منه. طيب هقول لك انا اقول لك انا بصفه شخصيه يعني، واظن برضو الدايره المحيطه اللي بي المحيطه بيا يعني بيعملوا نفس الموضوع يعني. بس في العيد في اجازه اكبر من العيد؟ لا كتير جدا العيد، صح كده؟ بيبقى ست ايام بس. انت بتاخد العيد ده فعيد، وفعلا بتبقى الدنيا كلها ما فيش حد بيشتغل في حته، خلاص الدنيا عملت كده، عملت لها شت داون، صح؟ تمام. طيب احنا بنعمل ايه؟ او اللي شبهنا بيعمل ايه؟ بنشتغل اول لا لا انا بعيد، انا بتكلم ما فيش اخبار بتتقطع يا باشا في العيد، برضه بننزل نشتغل. انا بتكلم على يعني تصوير بقى وجو، التصوير والكلام دوت والحاجات دي الى حد ما ما فيش الا لو لا قدر الله في حدث كبير. تمام. طيب انا بعمل ايه لو حد رفع من زباين التليفون؟ كل سنه طيب يا حبيبي، مش عارف ايه، انت فين، بتعمل ايه، خرجت النهارده؟ خرجت منين، رحت جزيره القطن،
ففين جزيره القطن دي؟ انت مش عارف اصلا. انا رحت جزيره القطن حبيبي يا مان. فجزيره القطن دي هي الخروجه الاساسيه اللي بقت موجوده في كل عيد. فهمتني؟ اللي اقصده يعني من الموضوع جزيره القطن ده اللي هي السرير يعني. انت عارف جزيره القطن يعني المخده القطن فاهم اللي احنا بننام عليها فدي جزيره القطن يعني. تمام. فده حاجه متعارف عليها في وسط الناس اللي هم ايه اوريدي ما بينفعش يخرجوا في العيد. ليه ما بينفعش يخرجوا في العيد؟ ما المفروض نخرج. بس هو للاسف هتدخلنا انت في تفاصيل تاني. فكره انه انا مش هقدر اخرج في العيد، زحمه العيد، الطريقه اللي الناس بتعامل نفس بعضها بيه في الشارع في العيد، كل شيء سيء، كل السلوك السيء اللي ممكن تتخيله ولا تتخيله موجود في العيد. ليه يعني؟ حتى المطاعم أسوأ شيء ممكن تاكل منها في العيد، فاهم؟ في العيد وفي رمضان طبعا يعني، فاهم انت؟ طبعا المطاعم ممكن اعذرهم عشان كم الضغط اللي بيحصل في وقت كبير جدا 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 عليهم، انما كل السلوكيات اللي في الشارع فاش، فاهم؟ فحتى الاجازه الوقت، واحنا ما عندناش، احنا مش زي بره ناخد نروح نعمل كامب في حته، ما فيش الكلام ده خالص، انت فاهم يعني؟ ليه 100 حزبه قبل ما نقرر نعمل الخطوه دي؟ يعني احنا اوريدي المجتمع بتاعنا ما عندوش الاليات بتاعه ان هو يفصل نفسه عن الحياه العمليه بالظبط. فهعمل ايه؟ هقوم من جزيره القطن افتح التلفزيون، افتح قنوات الاخبار واقعد اتفرج، فانا رجعت لنفس الدايره تاني بتاع الجحيم الوحيد. يعني ما عنديش حاجه اعملها تاني. طب واحنا هنفضل في دايره الجحيم دي لحد امتى؟ يعني يعني حقيقي حقيقي انا فعلا كنت بحسدكم على ان انتوا هم كانوا قناتين، القناه الاولى والقناه الثانيه. والاهرام والاخبار والجمهوريه وشكرا اتعشت كده والدنيا زي الفل. احنا دلوقتي انا عايز اقول لك ما بقتش ملاحق. اظن ان انت قدرك وبقى في جيبك حاجه كده ملعونه عماله تدخل لك هنا وتحشي لك في حاجات انت مش قادر توقفها، وهي بقت ادمان بالنسبه لك وانت مش واخد بالك. طيب انا كنت بسال نفسي سؤال، او يعني ربنا سامحني يعني ويغفر لي يعني، والله كنت بقول لنفسي السؤال طول الوقت يعني، بسال ربنا سبحانه وتعالى اقول له لماذا خلقتني في هذه البقعه السوداء من العالم؟ انت فاهم؟ ويعني يعني ايه؟ احنا فعليا في منطقه الموضوع فيها شديد السواد من كل زاويه، من كل حته انت بتقابل سواد، انت فهمتني؟ فبالتالي انت مستني ايه حبيبي؟ احنا 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 من انت عليك دماغك دي يعني كويس والله العظيم ان انت قادر تتكلم معايا وان احنا بنبتسم كده كويس. احنا دماغنا لسه والله وبنبتسم ونضحك مش عارف ايه، بس انت متخيل ان احنا فعلا في منطقه صعبه جدا كلها حواليها، انت في طوق حواليك طوق، تخيل كده خناقه في كل حته وانت مطالب ان انت تعيش جوه الخناقه دي من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي. طب والحل ايه يعني بالعقل كده؟ لا مش بتكلم على حل مشاكلنا في المنطقه والله. الحل ايه؟ في ان احنا نفصل نفسنا شويه. ربنا ما عندكش حل بقى. لا والله عندي حل يا اخي. ايه الحل؟ والله عندي حل، وده مش 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 استشياخ. لا مش استشياخ ولا حاجه، احنا مش متخصصين. بس الكلمه بتاعتك بتاعت كل حلقه احنا مش متخصصين. ايوه بص احنا بنتكلم من خلال وجهه نظرنا. اتفضل. عشان بس اكد ان ما حدش يجي يقول انت بتفتوا. والله ما بنفتي، والله احنا قاعدين بندردش يعني. يعني لقينا نفسنا قاعدين فاضيين فقلنا فاضيين قلنا نعمل بودكاست. وشفت فاضيين دي. بص اظن من وجهه نظري ان الوقت الوحيد اللي ممكن فعليا تلاقي نفسك مرتاح نفسيا فيه هو الوقت اللي بتفضيش ورا ربنا. وده بجد، ولاحظها لو انت مثلا انا ما اعرفش انت بتصلي ولا لا، او انت مثلا في علاقه مع ربنا. انا بصلي يا عم، انا بصلي على العشاء النهارده. ايوه بس استثناء، انا قلت انت اتكسفت. اقصد ان ده الوقت الوحيد لو في لحظات كده بتلاقي نفسك انه فعلا عملت كده، عارف انت الاحساس ده؟ ده الوقت الوحيد اللي ممكن تاخد فيه النفس ده. ما بعد كده ما بتهيأليش. والله فعليا ما بتهيأليش. وفي وقت تاني وقت لمة العيلة. ده اول يوم رمضان. بيجي كل سنة. بس هو الوقت الوحيد اللي ممكن فعليا تلاقي نفسك مبسوط فيه يعني. هل احنا اصلا يعني بقى رمضان دلوقتي زي زمان؟ يعني انا برضو بشوف الناس ما بتعرفش تفصل في رمضان، بالنسبه لنا روتيني جدا، انت بس كل اللي بيزيد في يومك ان انت بتصوم حلقتين، انما بتخليهاش في جحيم الوعي. لا هو طبعا ما ينفعش نربط رمضان بجحيم الوعي، بس رمضان شهر رمضان انا من عشاق شهر رمضان
واظن ان مفيش حد كلنا يختلف. بنعشق شهر رمضان، شهر رمضان. بس هو حقيقي، وخلينا نكون متفقين، رمضان مبقاش زي رمضان زمان يعني. دي حلقه تاني مهمه، وهقول لك سببها من وجهه نظري. بص انا كنت طول الوقت من بعد، انا حصل لي نقله كده زي ما كنت بحكي لك في الحلقه بتاعت الدين. انا حصل لي نقله اللي هو انا محتاج افهم، فكنت وقفت كده لحظات مع نفسي اللي هو انا محتاج افهم، محتاج افهم كل حاجه. فبقيتش بعدي حاجه غير لما اقعد افكر فيها خالص، ما بعديش اي حاجه، فاهم؟ فحتى فكره الشهر رمضان لا، انا عندي يعني من وجهه نظري يعني عندي تفسير ليه. لا رمضان ما اتغيرش خالص. احنا تفاصيلنا اللي اتغيرت وانت بتكبر في السن، ومسؤولياتك لما بتكبر انت مسؤولياتك بتزيد، فالضغوط بتزيد. فلما الضغوط بتزيد انت ما بتحسش باللي انت كنت بتحسه وانت صغير ايام ما كانت الضغوط مش موجوده. فهمتني؟ بس دي حلقه تاني عشان ما نخشش في تفاصيل. احنا دلوقتي خلينا زي ما احنا في جحيم الوعي اللي انت ايه مسميها اسم كبير قوي انت الحلقه دي يا عبد الرحمن. هو ترند كده اللي هو جحيم الوعي جحيم الوعي ونعيم الجهل. انتظرونا. طب انت ايه رايك في نعيم الجهل؟ انت ايه يعني تحب تفسيها قوي كده لدرجه ان انت تكون لو أملك على علم؟ لو املك زرار، لو انا املك فعلا زرار اقدر بي يعني مش طول الوقت بس املك بي ان انا احول من جحيم الوعي لنعيم الجهل، لنعيم الجهل، والله العظيم ده يبقى يا خبر ابيض بالله. لو في ابلكيشن بيعمل كده على التليفون والله العظيم انا من اوائل الناس اللي هتستخدمه. لا ده اوائل، ده هتبقى مدعكه يا باشا. في ناس كتير قوي هتعمل كده. بس هو يعني خلينا نكون متفقين برضو، نعيم الجهل برضو مش حاجه حلوه يعني. انا قلت إيه؟ سويتش. انا قلت سويتش قد ايه مثلا؟ لا قد ايه دي هبقى محتاجه مثلا ممكن لما احس ان انا مش عارف انام. طب اقول لك انا جت قريب كده من فتره وانا فعلا ما كنتش بنام والله، ما كنت بنام. كنت رايح لدكتور قلت دماغي مش عارفه توقف والله، كنت رايح والله العظيم فعليا كنت رايح الله يسلمك والله العظيم كنت رايح اروح لدكتور قلت دماغي ما توقفش، ما بقولكش كلام وخلاص والله صدقني والله ما كنت فعلا. لا لا، وانا وصلت لمرحله من المراحل انا كنت باخد مناوم عشان اعرف انام واواكب. انا فكرت انا لولا بس يعني زوجتي اللي قالت لي أضرار. زوجتي قالت لي لا 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 ما تعملش كده ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. فبدات اعمل ايه بقى؟ بدات احاول قد ما اقدر اخد الحاجات اللي بتخلي دماغك يحصل لها ريلاكسيشن كده يعني. مشروبات تخليك طول الوقت انت تاخد نفس بهدوء. انما كنت والله وقعد لغايه الساعه 7:30 8 الصبح عمال رايح جاي ومش عارف انام، مش عارف دماغي يعني عامله كده ومش عارف ايه وبتاع، فاهم؟ فانا لو السويتش ده موجود بتاع ان انا راح تخيل انت يا اخي نعيش في نعيم الجهل. بس كاسمة على المجتمع مش هيكون لطيف ان كله يكون سويتش. لا مش بتكلم بقى سويتش، مش هتشتغل، مش انا بتكلم في ان احنا ممكن ناس كتير جدا بتشتكي من جحيم الوعي. بس لو الناس دي كلها فجأة ما بقاش موجود عندها الوعي ده حقيقي هتبقى كارثة اكبر على المجتمع. يعني احنا ممكن نكون بنفتي وبنتكلم بما نحن اهل له وليس اهل له. بس على جانب اخر لو تحولنا المجتمع اوريدي كلنا ما بنفهمش اي حاجه في اي حاجه ومحدش واعي باي حاجه بتحصل حوالينا هتبقى كارثه اكبر. يعني بشوف ان اللامبالاه ضررها اكتر بكتير من انك تبقى عارف على الاقل وعاوز تاخد موقف حتى لو مش عارف تاخد موقف. بس اللامبالاه لا خطر. مش انت كنت بتقول لي في الحلقه دي ولا الحلقه اللي قبلها لما قلت لك اللوجيتا ان انت مالكش دعوه؟ كانت في الحلقه دي. هي الحلقه دي، هي الحلقه اللي احنا فيها. فبرضه مالكش دعوه. طيب ماشي هترتاح. روشيتا ان انت مالكش دعوه، وفي يوم من الايام ان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البقاء يعني واتقابلنا بعد 10 سنين من دلوقتي مثلا ان شاء الله، فاهم؟ وعملنا حلقه مع بعض واتكلمنا فيها وهتقول لي انت كنت قايل لي مش عارف ايه وبتاع، هفكرك وساعتها اقول لك قول لي ايه. طيب مالكش دعوه. ماشي، دي وجهة نظر تحترم جدا. بس انا برضو حابب اسال الناس هي وجهة نظرهم ايه في موضوع جحيم الوعي ولا نعيم الجهل يا جماعه. يعني انا عارف ان في خناقه هتدور ما بين الاثنين دول على الكومنتات، بس قولوا لنا يعني انتوا شايفين جحيم الوعي ازاي وشايفين نعيم الجهل ازاي. قولوا لنا، اكتبوا لنا في الكومنتات كده، ولو حد عنده وجهة نظر مختلفه حاجه وسط ما بين الاثنين وفضل الاشتباك ده تكون حاجه جميله جدا الحقيقه. وممكن نزود الاوبشن الثالث اللي هو او الاختيار الثالث اللي هو ان هو مالكش دعوه.
ما هو لا ده ولا ده. انا كائن بوهيمي عايش في الحياه على وش الفته وماليش دعوه بحاجه، مش على وش الفته، عايش على الفوق كده وخلاص. تمام انا تمام وانا تمام، بس طول ما انت تمام احنا تمام يا عم علي والله، ولا جحيم واعي ولا نايم. انا تمام انت تمام انت مالكش دعوه. اشوفك الحلقه الجايه حبيبي عبد الرحمن. شكرا حبيبي، بستمتع جدا والله. انا اكتر والله، انا ومن باب الدردشه فقط لا غير يعني. اكيد للتاكيد ده اكيد. اشوفكم على خير. شكرا عبد الرحمن.